الحقيقة نحن فخورين جدا أن هذه الجائزة جائزة الريادة في سوق العمل في دولة الإمارات تحظى برعاية كريمة من سيدي سمو الشيخ منصور بن زايد الله يحفظه، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. اهتمام سيدي بهذه الجائزة ورعايتها هو ينبع من حرصهم على أن يكون سوق العمل في دولة الإمارات هو السوق النموذجي اللي احتذى به من قبل دول العالم والمنطقة. وأعتقد أن النجاحات اللي حققتها دولة الإمارات في المنظومة التشريعية وفي النتائج الباهرة اللي حققها اقتصاد دولة الإمارات في استقطاب المواهب وفي استقطاب رؤوس الأموال وأصحاب العمل في دولة الإمارات كانت يعني محرك رئيسي لنا حقيقة في تبني ممارسات تحقق تقدير وتكريم لكل من ساهم في هذه النجاحات في سوق العمل في دولة الإمارات. الإمارات اليوم بنت قاعدة قوية جدا، وهاي القاعدة ما بنت على يومين وسنتين وثلاثة، صار لها الحمد لله أكثر من 40 سنة، وبحكمة وجهود سمو الشيخ محمد بن زايد ومحمد بن راشد، واليوم الدولة قاعدة تستفيد من هذا الاستثمار. هذه مثل الشجرة اللي تسقينها ماي 20 سنة ثم تبدأ تثمر. فاليوم قاعدة اقتصادية قوية، قاعدة سياسية قوية، قاعدة اجتماعية، دعم للشركات، دعم لتوطين المواطنين، الحمد لله البلد بخير.